موضوع آخر، أثنى سفير الأقصى بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية سامي أبو زهري على موقف الرئيس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لما سمي بصفقة القرن. وفي زيارة له إلى ولاية البيض، قال أبو زهري إن موقف الجزائر الراسخ من القضية الفلسطينية خير داعم لها. تغطية محمد بن هرقال. إلى سلامة الموقف الجزائري على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي. الجزائر تاريخيا أكد على احتضانه للقضية الفلسطينية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون أكد التزامه بهذا الموقف الجزائري التاريخي حينما أكد خلال خطاب التكليف باحتضانه ودعمه للقضية الفلسطينية وأنها ستكون في سلم أولوياته، وأكد على ذلك من خلال العديد من التصريحات الأخرى حول رفضه لصفقة القرن ورفضه لسياسة التطبيع. والشعب الجزائري في كل المحطات في كل اللقاءات يؤكد مدى حميمية العلاقة ودعمه وإسناده لإخوانه.